الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع شركة أبل يلي بصدد بناء المركز الثاني للبيانات بجنوب الدنمارك. من المتوقع بدء عمل المركز الجديد بال 2019، والملفت هو تشغيل هالمركز على الطاقة المتجددة بالكامل. وفقا لبعض وسائل إعلام دنماركية، بتبلغ تكلفة استثمار أبل بهالمشروع حوالي 920 مليون دولار. ومننتقل إلى المملكة العربية السعودية، حيث وافقت الحكومة على طلب أرامكو إنشاء شركتين لتشغيل مدينة صناعية جديدة بالمملكة تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية. الشركة الأولى بتتولى تطوير البنية التحتية للمدينة وإدارة أصولها، أما الشركة الثانية فبتكون مسؤولة عن تشغيل هالمدينة وإدارتها وصيانتها. وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، رح يتم تطوير المدينة بمنطقة منتجة للنفط، بحيث بتبلغ مساحة الأرض 50 كيلومتر مربع. ومننهي من دولة الكويت، حيث ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 9% على أساس سنوي بالأشهر الستة الأولى من هالسنة. أيضاً ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمصرف بنسبة 10% للفترة ذاتها. وفقاً للمصرف، بعود ارتفاع الأرباح للنمو القوي بحجم الأعمال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفايدة المرجعية. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.